وهل هناك مذاهب أخرى غير المذاهب الأربعة؟ وهل كان هناك علماء يقومون بالفتاوى وبيان الأحكام الشرعية قبل هؤلاء؟ قبل ظهور المذاهب الأربعة كان هناك من الصحابة من اشتهروا بالفتيا، وترد أسماؤهم كثيرا في كتب الفقه، منهم السيدة عائشة أم المؤمنين، والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو بن العاص. ومن التابعين غير من ذكرت أسماؤهم في تراجم الأئمة مجاهد بن جبر، وعكرمة مولى بن عباس، وعلقمة النخعي، ومسروق بن الأجدع، والأسود بن يزيد النخعي، وشريح القاضي، وسعيد بن جبير، وطاووس بن كيسان، والحسن البصري. ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام أبي حنيفة ابن أبي ليلى، وبشر ابن غياث، والطحاوي، والقدوري، والكاساني، والسرخسي. ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام مالك عبد الله بن وهب، وأشهب، ويحيى بن كثير، وأسد بن الفرات، وسحنون، وابن عبد البر، والقاضي عبد الوهاب، والباجي، وابن رشد، وابن العربي، والقاضي عياض. ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام الشافعي البويطي، والمزني، والربيع المرادي، وابن سريج، والكرابيسي، والزعفراني، والإسفرايني، والماوردي، والشيرازي، والجويني، والغزالي، والنووي. ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام أحمد الأثرم، والمروزي، وإسحاق ابن راهوية. ويمكن التعرف على نبذ من تواريخ هؤلاء الأعلام من الكتب المتخصصة، والله أعلم.